مبسوط جدا ان انا بتكرم النهارده عن دوري في مسلسل جعفر العمده. هو ده اصلا يعني هو ده الهدف من الشغل، ان الواحد يعمل شغل كويس ومن خلاله يتكرم والناس تكون مبسوطه منه. بشكر جدا مجله نيش البريطانيه على هذا التكريم، ويا رب تكريمات كتير جايه ونجاحات كتير ان شاء الله.